ويحلى رمضان مع المرد للأطفال. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ أحمد رمضان. والنعم يا أحمد. أحمد صف كم؟ أول متوسط. ما شاء الله تبارك الله. طيب أحمد أنت من وين؟ من مصر. من مصر؟ الله، مصر أم الدنيا. طيب أحمد، أبيك تعطيني أكلة أو عادة دائما تسوونها في رمضان دائما. التمر. التمر؟ أنتم ما تأكلون التمر كثير؟ إيه، ناكل في الفطار بس. بس؟ إيه. إحنا عندنا يأكلون تمر يا طويل العمر. في الحلا، في الحلا في تمر. في القهوة، القهوة فيها تمر. عاد مو قهوة بطعم التمر، لا يعني مع القهوة. وبرضه في فطور رمضان لازم يكون فيه تمر. فحنا تقريبا يا السعوديين أغلب حياتنا تمر. تحب التمر كثير؟ إيه. إيش نوع التمر اللي تأكله؟ ما أدري. ما تدري؟ أبد. طيب شوف، بعطيك سؤال الحين في القرآن، أبيك تجاوب عليه وتفكر فيه زين. حلو. السؤال يقول: أولئك هم خير البرية. هذه الآية موجودة في أي سورة؟ البينة. تراك شوف، أنت استعجلت في الإجابة، حلو، وبدون تفكير جاوبت. خذ راحتك وفكر، لأنه ممكن إجابتك هذه تكون خطأ. يلا، خمسة. متأكد؟ حلو. طيب دامك قلت البينة، أنا راح أعطيك هدية من شبكة المجد، لكن قبلها أبيك تعطيني كم مدى ثقتك بإجابتك؟ 100%. مرة؟ إيه مرة. طيب شوف، أنا ما أقدر عاد أقول لك شيء، هذه هدية من شبكة المجد، العب فيها. رشاش مويه، لكن عاد مو ترش على اهلك وتقول اصيل قال لي. لا عاد يلعب بالهداوه. يلا شكرا. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.